طيب عندنا حدث عالمي كبير هيحصل على ارض مصر اليومين الجايين، وهو بطوله العالم للرمايه. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قابل امبارح اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرمايه عشان يناقش معاه اخر التطورات والاستعدادات لاستضافه مصر بطوله العالم للرمايه على الاطباق المروحيه. البطوله زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده هيشارك فيها 350 لاعب ولاعبه من 15 دوله، وهتتلعب على ميادين الرمايه في مدينه نصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بالعاصمه الاداريه في الفتره من 12 و17 اكتوبر اللي جاي، ودي احلى حاجه، احلى من البطوله نفسها انها تتلعب في العاصمه الاداريه. انا بالنسبه لي الوزير اطمن طبعا على كل الترتيبات، لان طبعا مصر هي طبعا الاساس او قبله العالم دلوقتي في سلسله من البطولات الدوليه اللي تم استضافتها. بس بين قوسين في بطوله العالم للانديه، وده كان غريب شويه، يعني هل ده يعني لكره السله اللي وزاره الشباب والرياضه هتدعمها ان مصر تستضيفها؟ تصفيات البالي الافريقيه لكره السله اللي هيكون فيها نادي الزمالك، وبطوله العالم للانديه اللي هيبقى فيها طرف نادي الزمالك. الحقيقه يعني لما يبقى في عندنا 15 16 بطوله الدوله بتنظمهم باسم منتخب مصر، ويبقى في بطولتين هتنظمهم برضو او هتدعمهم الوزاره للانديه، لازم نتساءل هل ده توجه جديد؟ يعني نادي الاهلي لو نظم بطوله انديه لكره اليد عندنا في صالتنا الوزاره هتدعمها؟ ده تساؤل. هل لو نادي الاتحاد السكندري، بلاش نادي الاهلي عشان الناس ما تقولش ان احنا، هل نادي الاتحاد السكندري العريق النهارده بطوله عربيه بنظم البطوله العربيه عنده على الارض، هل الوزاره دعمته؟ يعني ده سؤال، هل الوزاره دعمت تنظيم بطوله زي دي؟ احنا بنتساءل هل ده اتجاه جديد للوزاره؟ هل لو اي نادي تاني تقدم يعني دلوقتي في بطوله افريقيا لكره السله سيدات بيدوروا لها على حد يستضيفها، النادي الاهلي دايما بيستضيف البطولات دي، ولكن دلوقتي في وضع كورونا ومساحات وفقاعه واوتيلات وحجز ودنيا صعبه، هل لو نادي الاهلي تقدم واستضافه وطلبها هل الوزاره تدعمه؟ هنا السؤال، لانه طبعا كانت موضوع غريب شويه وموضوع جديد، مش غريب، جديد. الجديد انه السياسات كلها هي بطوله العالم للرمايه، وقبلها السلاح، وقبلها الخماسي، وقبلها ال بطولة الجمباز والدراجات، لا ده عد بقى، وبطولة العالم لليد، يعني عد كتير، يعني بطولات كتيرة جدا خلال سنة نجحت مصر تنظيمها، بس كان الطرف اللي مشارك هو منتخب مصر.